اهلا وسهلا فيكم بقناتي طبخات الحب. اليوم جاي عبالنا ناكل مجدره، اكله كتير طيبه وتراثيه والكل بيعشقها. هلا هدول كاستين عدس منقوعين نص صبح، منقوعين للظهر. راح نحط عليهم 3 كاسات مي. شغل تحتهم ليستو، نغطيهم كمان. هلا بعد ما استوى العدس راح نحط عليه ملح، معلقه ملح وكاسه مي بارده عشان ما بقى يستوي اكثر من هيك. هلا بنحط كاسه البرغل، هاي كاسه برغل مغسوله، برغل خشن تبع طبخ مو تبع الكبه الناعم. هلا بندشرهم ليستووا، وبهالوقت يكون قلينا بصل وزيت. هلا رح نقلي البصل، عندنا 100 جرام زيت، زيت زيتون اصلي. كل ما كترتي زيت المجدرة بتطلع اطيب. وهدول البصلتين وسط، حطهم دغري قبل ما يحمى الزيت عشان ما يحترق الزيت البلدي، مو منيح اذا احترق. هلا بنقليهم ليحمروا. هذا البصل صار جاهز، صار له شي 10 دقائق مع التحريك المستمر، هيك كتير منيح. هلا بنطفي تحته، نفضي الزيتات عليهم. نغطيهم دقيقتين ليتشربوا الزيت. وهي السلطة بتتقدم جنبها خس ناقعينه بالخل وبالمي وبالملح، غسلناه منيح بعدين وبندورة. هلا بنحط كاسة ليمون حسب الرغبة، الليمون نحن بنحب الليمون معه كتير، وهذا زيت زيتون كمان، وهذا ثوم وملح لأنه مهروس مع الملح. هاي اكلتنا جاهزة، اذا عجبتكم الوصفة شاركوا بالفيديو واعملوا لايك وصحة وهنا.